كما ترون هذا الفرن الكبير الذي قام بتسخين هذه القطعة الحديدية الكبيرة. انظروا كيف أصبح شكلها، ويتم بواسطة هذه الرافعة الكبيرة نقلها إلى هذا المدق الكبير حتى يتم دقها وتعدينها. بواسطة هذه الآلة العملاقة يتم نقلها بعد ضربها وضغطها بهذه المطرقة الكبيرة. الآن يقومون بوضع هذه القطعة الفولاذية حتى يقوموا بعمل دائرة كبيرة بعد الضغط عليها. هذا الضاغط يقوم بإنزالها بهذا الشكل حتى يحدث فوهة بداخل هذه القطعة الحديدية الكبيرة. بعد عملية الضغط تسخن مرة أخرى حتى يتم وضع فجوة أخرى بداخلها. انظروا إلى أكسيد الحديد كيف يتساقط عنها بعد عملية التسخين. الآن يتم ضغطها بهذا الشكل حتى يتم إخراج هذه القطعة الحديدية منها وإكمال عملية ثقبها. كما ترون هنا يتم ثني هذه القطعة وضغطها بواسطة هذا الشكل. انظروا كيف ستصبح بعد عملية الضغط هنا. تساوي عملية ضغط هذه القطعة 2000 طن، لذا فإنها بسهولة تامة تستطيع تعدين هذا الشكل. هنا وبعد أن تم ضغطها بهذا الشكل، شاهدوا كيف أصبحت القطعة الحديدية بهذا الشكل الكبير والممتاز. إن عملية التعدين هنا رغم أنها صعبة جدا وتحتاج لوقت كبير، لكنها تؤتي ثمارا جيدة في الحقيقة. شاهدوا هذه العملية المعقدة والتي تسير بهذا المصنع. الآن يتم تسخينها مجددا ورفعها بهذه الجنازير الكبيرة وهذه السلاسل الحديدية. الآن سيتم نقلها إلى هذا المسبح الكبير حتى يتم تبريدها بهذا الشكل. انظروا إلى المياه كيف ستقوم بتبريد هذه القطعة الكبيرة الملتهبة. الآن وبعد عمل هذه الفجوة الكبيرة بهذه القطعة الملتهبة، يتم مرة أخرى تكبير الفجوة بوضع قطعة أكبر. انظروا إلى عملية التعدين كم تبدو صعبة، لكن بواسطة هذه الآلات العملاقة لا شيء صعب. شاهدوا كيف يتم مدها بواسطة آلة الضغط الكبيرة ومع حرارتها العالية، فإن سهولة تعدينها تصبح أكبر بكثير. هذا هو شكلها النهائي بعد أن تم تعدينها ووضعها بهذا الشكل. سيتم تركيب المسننات بها لعمل مشاريع ضخمة. كما ترون أمامكم هذا المصنع الكبير لصناعة هذه السلاسل الفولاذية الحديدية. فكما ترون بعد تسخينها وارتفاع درجة حرارة هذا القضيب المعدني الكبير، يقومون بإيصاله بالسلسلة ذاتها بهذا الشكل، ثم يقومون بإغلاقها وهي ساخنة للغاية. بعد ذلك يتم تعليقها حتى تبرد، ويقومون بإدخال سلسلة جديدة.
إنها عملية معقدة جدا وغير آمنة حقا. انظروا هنا إلى عملية ضغط السلاسل والتي تتم بهذا الشكل حتى يتم إغلاقها بشكل كبير. هذه السلاسل الكبيرة تستخدم لعدة أغراض للتثبيت أو حتى لأغراض في السفن والباخرات. هنا هذه المكن تزيد من صلابة هذا الفولاذ بعد تسخينه حتى لا يتمزق من شدة ارتباطه أو حتى سحبه بأي شيء. إن هذا المكان ساخن للغاية وترتفع فيه درجات الحرارة بسبب تسخين الحديد الذي ترونه أمامكم. إنه مصنع كبير جدا يتسع هذا الكم الكبير من السلاسل. هنا يقوم هذا العامل بجلخ هذه السلاسل حتى يقوم بإزالة الأجزاء التي من الممكن أن تلحق شكلا غير جيدا بهذه السلاسل أو حتى عند سحبها باليدين تمزق اليدين أو أي نتوءات قد تعرقل عملية لفها في بكرة معينة. وهنا هذا العامل يقوم بطلاء اسم الشركة على هذه السلاسل. كما ترون هذا المصنع العملاق والذي به يتم تسخين هذا الحديد حتى يتم تعدينه بواسطة آلات الضغط. هنا يتم إنزال هذه القطعة العملاقة الكبيرة وفكها من قبل هؤلاء العمال بهذا الشكل. انظروا كم تبدو حرارتها مرتفعة لكنها أخذت الشكل لهذا القالب الذي تم صهر الحديد به. يتساقط أكسيد الحديد بعد عملية التسخين بهذا الشكل. انظروا إليه كيف أصبح. الآن وبعد إخراج هذه القطعة من القالب يقومون بواسطة هذه الرافعة العملاقة برفعها لأعلى لنقلها إلى المكان الآخر. هنا كما ترون بواسطة هذه الآلة تم كسر الحجر الخاص به الذي يوضع عليه حتى يتم إزالته وتكتمل عملية التعديل. بواسطة آلة الضغط العملاقة هذه يتم تعدين الحديد وضغطه بهذا الشكل ليتخذ الأشكال المناسبة التي يحتاجها العمال هنا لتصنيع هذه الكتل الكبيرة من الحديد. لنشاهد هذه العملية. كما ترون هذا الفرن العملاق والذي يتم إخراج هذه القطعة الحديدية الكبيرة منها بواسطة هذه الآلة بعد أن تم تسخينها ورفع درجة حرارتها أقل من الانصهار. يتم هنا وضعها على آلة الضغط هذه ليتم كبسها بهذا الشكل. انظروا إلى هذه العملية كم تبدو معقدة وصعبة لكنها رائعة عند النظر إليها. الآن تم ثقبها لتصبح عجلاً نارياً كبير وقطعة مدورة بالكامل. هنا بواسطة هذه الآلة العملاقة يتم تدوير هذه القطعة الحديدية بعد ثقبها بهذا الشكل وهي مرتفعة الحرارة. الآن كما ترون يتم فردها بعملية تدوير
حتى يتم فردها كالعجين بهذا الشكل. ومع ارتفاع درجة حرارتها فإن هذا الأمر يسهل كثيرا عملية تدويرها ولفها بهذا الشكل. الآن أصبحت كالعجل كما تشاهدون. انظروا إلى هذه العملية كيف تبدو. انتهت عملية جعلها دائرة كبيرة، انظروا إليها كيف أصبحت الآن. إنها مصانع كبيرة ومعقدة لعمل هذه الأشياء الضخمة، فإن هذه الصناعات الثقيلة معقدة للغاية، لذا شاهدوا عملية تصنيعها للنهاية.